سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس وفوتو نهار مليح. لاول مره يدخل القناه نقول لك يا اهلين وسهلين ومرحبا بكم. اما حبوباتي ديما نقول لكم على العين والراس ومرحبا بكم. لا فيديو هذا تاع اليوم راح تشوفوا فيه قنادر تاع العروس، جهاز العروس ما همش كامل، مازال ما كملتش يعني كما تعرفوا مع الحجر، مي الحمد لله يعني دارت. راح تشوفوا غير قنادر مشريين ولا مخيطين تاع دار ولا تاع عراس. والمره الجايه راح نعطيكم هذو اللي راني نعطيكم فيهم درك، يعني غير مقدمه. ان شاء الله يعجبوكم وان شاء الله تديو افكار. اذا كنتي عروسه تدي افكار، واذا ما كيش عروسه ثاني تدي افكار وتخيطي العراس. اولا اول حاجه نبدا بها يعني هذا القندوره ولا جبه سامبل تاع دار، خلاص جايه مقطنه كوتو هايله. كاينه ثاني هذا القندوره هي خيطتها جايه في الروز، درتها ببطء روز نوار يعني من القطيفه، بعد قطيفه تحت بريوم دايرتها لاستيك هكا على جهه الذرعين وفي النص، ومن الوسط يعني جايه لارج. كاينه هذه ثاني جايه في البلو، هايله 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 بزاف. كي تتلبس انا شفتهم يعني لبستهم سياتهم جوها ما شاء الله ربي هنيها فيهم. الهنا كما راكم تشوفوا من الفوق جايه واسعه على الرقبه، والذرعين تاعها جو ما شاء الله تشوفوا فيهم كيفاه مفتوحين. وثاني من التحت جايه لارج، يعني من الفوق يجيو على قيس لاطاي ومن التحت يمشيو ويساعوا. ثاني كاينه هذه القندوره باينه يعني اكيد مشريه، جايه من الفوق كيما هك وعندها حزام خيط الحنه ولا واش يقولوا له يتربط من اللورا، ومن التحت جايه شويه مشارجيه كيما راكم تشوفوا فيها. ثاني هذه كي تلبس يعني كي تلبسوا كامل يجيو باهيين. ثاني هذه عجبتلي بزاف بزاف بزاف، ستيل بنوتي كيما تقول هي تهبل فرات. كي تتلبس تجي ما شاء الله تجي طايحه على الكتاف، يعني كتافها كامل معري طايحه من الكتاف من ومن، والذرعين تاعها يجيو ضيقين خلاص يعني يجيو على اللحم مزيرين، وفيها سانتي غادي تجي هكا يعني تفصل. وثاني من التحت راهي دايره فيه 3.5 مترات، يعني راهي عريضه عريضه من الفوق ضيقه ومن التحت لارج. ثاني كاين هذه مخيطه اللي كنت نعتها لكم هذا وين، هذه اكيد بطبيعه الحال مشريه جايه سامبل خلاص باهيه، كي تتحط هكا في البلو بالكروفات يعني تعطي منظر. من لورا فيها كيما راكم تشوفوا سنسر وفيه هيك طرزه على الرقبه والذرعين، يعني جايه باهيه. ثاني هذه شوفوا القماش تاعها ولا الكتان تاعها جاي حنين خلاص، كي هذوك تاع اللي كانت اللي نخرجوا بهم تاع الطرك كي نلبسوهم يطيحوا، يعني اللحم هايلين. عجبتلي بزاف هذه، ولا كولار تاعها يعني جات مخلطه ما بين الروز بيبي ما بين الروز هذاك الفير، كي تتلبس جات ما شاء الله. وديما نقول لكم ما عليكم غير تدعيوا لعروستنا ربي يهنيها، واللي ماهيش متزوجه ربي يكمل لها في واحد تمل. هذا الجبه اللي فات هذا وين مشريه غير تاع دار هكاك. هذه ثاني القماش تاعها جاي كوطو ماهوش بيزو كوطو، يعني مليح القماش تاعها، خيطاتو قندوره كيما راكم تشوفوا بالبرودي، ومن التحت جايه يعني هذه قسقس تجيها سيغطا يعني هايله هايله هايله. ثاني هذه مشريه باهيه بزاف، هذه تجي طايحه على الكتاف وفيها واحد اللقطه هكا معريه من اللورا وواحد اللقطه هكا معريه من القدام حنا نموتو على المعري. جات طوب يعني كي تلبسها جاتها هايله. عندكم هذه ثاني سامبل خلاص، نديرتها في النوار نديرت لها شويه قالو هيك في الروج وقالو شويه برك الدرعين وصاي. مي كي تتلبس تعطي واحد المنظر ما نحكي لكمش، النوار مع الروج يا خويا يا خويا انا نموت على الروج ونموت على النوار، يعني جات ما شاء الله. يعني كي لبستهم وشتها فيهم جاوها الله يبارك. هذه ثاني مخيطه يا البنات، هذه جايه يعني كورت يعني جايه ميني قندوره ميني حنا متعلميني، وجايه على الذرعين شوفوا كيفاه جايه طايحه. درت لها قالو هك سامبل خلاص في القري تجي طايحه هكا على الذرعين ما شاء الله باهيه باهيه بزاف، سورتو جات يعني واسعه وجايه ميني ما عندي ما نحكي لكم، يعني دارت حوايج ما شاء الله. وراي تكمل غير بشوي يعني بما انه احنا في الحجر يعني راهي تنحي غير بشوي، كل مره تنحي حاجه حتى تكمل امورها كامل. هذا لاغوب ثاني يعني تاع العراس تاع مناسبات ستيل بنوتي، شتوها من الفوق كيفاه جايه من التحت جايه لارج، وفيها يعني نفس الرشمه اللي جايه في السانتور جايه في جهه الرقبه. وعجبتلي ثاني اللقطه هذيك اللي طربت ما بين صدر القدامي واللوراني، جايه كي شغل هكا وردات هكا شوفوا كيفاه جايين.
جو هايلين بزاف يعني. هذه ثاني كي تتلبس وتزيدي تلبسي لها العالي وتعدلي روحك، يا ما خيتي تجي تهبلي فرات. المهم يعني هي بعد ما شاء الله عليها، هي بعد تهبل ربي بقي عليها السر، وربي يعني يحفظها ويكمل لها ويكمل كل عروسه ويكمل لكل وحده ان شاء الله اللي تاع الباك ينجحوا. كثروا من الدعاوي فرات، وان شاء الله يروح لنا الحجر هذا في اقرب وقت. اما هذه راهي مشريه يا البنات، شوفوا هذه هكا تبان عادي، مي كي تلبس شوفوا الفولار هذاك الاولاني جاي ترونسبارو، وهذاك اللي جاي لتحتاني جاي ميني، يعني جات ما شاء الله تجي ميني والفولار هذاك ترونسبارو. المهم لهنا نتمنى يكونوا عجبوكم يعني الحوايج تاع العروسه تاعنا. ما عليكم غير تخليو في لي كومونتير قولوا باللي راي عجبتكم، وطلعوا لها المورال واعطيوا لها رايكم، ولا ادعيوا لها كيما تحبوا. المهم هنا وصلنا نهايه الفيديو، ما تنساوش ابوني وفعلوا الزر باه كل ما نحط حاجه تلحقكم. باي باي.